السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهاردة ان شاء الله جاي لكم فيديو جديد ووصفة جديدة. وصفتنا النهاردة زي العادة سهلة وبسيطة، ان شاء الله هتعجبكم وهتجيب معاكم نتيجة كويسة جدا. الوصفة اللي احنا هنعملها النهاردة ديت ده خاصة بالكرش، الناس اللي هي دايما بتعاني بترهلات الكرش، انا عندي الكرش بارز، ترهلات الارطاف، الكلام ده كله. ده ان شاء الله وصفتنا خاصه بالكلام ده، علشان في ناس دايما بتسال بتقول انا عندي الجسم بتاعي كويس جدا بس انا ليا بطن بس شويه. فاحنا ان شاء الله يا جماعه هنعمل الوصفه ديت، هتبقى عباره عن ايه؟ عباره عن كريم موضعي. تمام، احنا هنعمل كريم موضعي كده وهندهنه على المناطق البارزه او المناطق اللي فيها ترهلات. تعالوا بقى كده نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونحط لايك للفيديو ويلا بينا نشوف الوصفه بتاعتنا. زي ما قلت لكم وصفتنا سهله، يعني هتبقى مكوناتها موجوده في كل مطبخ او موجوده في كل بيت. لو مش يعني مش متوفر عندك المكون دوت، ده سهل جدا هتجيبيه من عند العطار. تمام، يعني مفيش حاجه صعبه ولا حاجه، وباذن الله هنعملها وهتجيب معانا نتيجه كويسه. في ناس كتير جربوها وفعلا طلعت نتيجتها كويسه جدا، وانا ان شاء الله هعملها معاكم وباذن الله هتجربوها وهتلاقوا فعلا النتيجه بتاعتها ممتازه. تمام، تابعوا معايا الوصفه للاخر، لان اهم من الوصفه انك انت تعرفي الوصفه متكونه من ايه وايه. اهم حاجه تتبع الخطوات مظبوطه علشان تجيب معاكي نتيجه كويسه. تمام، يلا يا بنات بقى نشوف الوصفه بتاعتنا واول مكون معايا. مبدئيا يعني كده انا معايا معلقه من القرفه، دي كده معلقه من القرفه او الدرسين. تمام، انا هاخد معلقه كبيره على حسب بقى انت عندك مثلا منطقه صغيره اللي انت عايزه تدهنيها، ماشي، عندك منطقه كبيره او انت عايزه تدهني اكتر من منطقه، كبري الكميه. بس انا بعمل كميه معاكم على اساس ان انت لو انت عايزه تضعفيها ماشي، عايزه تقلليها ماشي. تمام، ده كده اول مكون معايا اللي هو القرفه او الدرسين زي ما انا قلت لكم. تاني مكون معايا اللي هو الزنجبيل. طبعا كلنا عارفين الزنجبيل مكوناتهم كويسه جدا في حرق الدهون، الزنجبيل والقرفه. تمام، ده كده يا جماعه الزنجبيل. وطبعا الزنجبيل في الوصفه ديت محتاج الزنجبيل اللي هو البودره، ما ينفعش ان انا احط فريش. تمام، ده كده المكونين الاثنين اهمت مع بعض بالطريقه دي كده. تابعوا يا جماعه معايا الوصفه علشان تستفيدوا منها. ده كده انا حطيت المكونين الاثنين مع بعض. تعالوا بقى نشوف هنحط ايه تاني، لان ده ان شاء الله هنعمله عباره عن ايه؟ عن كريم موضعي. نقلبه كويس بس كده بالشكل ده كده. بعد كده معايا الخل، عندك خل تفاح حط منه. تمام، هنقعد كده حوالي منه معلقه يعني معلقه كده كبيره من المقدار اللي انا معايا رغيف. بعد كده معايا زيت زيتون زي ما انتم شايفين، برضه هناخد منه معلقه كبيره كده اهوت، يعني عيار كده بس كفايه اوي، يعني نفس العيار اللي انا عيطته بيه باخد برضه بيه نفس المعلقه. حاولين اهو نمزجهم كله كده مع بعضه. لو انا احتجت ان لسه المكون بتاعي لسه محتاج شويه برضو بحط له. تعالوا بقى كده نشوف في ايه تاني هنحطه. عندي نص ليمونه برضو زي ما انتم شايفين كده، وبرضو بديلها عصره ليمون. بعد كده برضو هندي الفازلين الطبي زي ما انتم شايفين كده، هاخد برضو معلقه صغيره او نص معلقه على المكون بتاعي. تمام، معايا نص معلقه كده فازلين طبي زي ما انتم شايفين كده، وبنقلب المكون بتاعنا. وطبعا لو احتاجنا لغايه او لغايه ما المكون بتاعي يمزج معايا كويس جدا، حاول بس ان انا اقلب كويس جدا. طبعا المكون معايا لسه يدوبك يعني ما امتزجش قوي. انا في الوقت دوت هنعمل ايه؟ هنحط لها كمان شويه زيت زيتون. تمام، يعني مش شرط ان انت تمشي بالظبط حسب المقادير، لا، على حسب المكون معاكي ما يبقى كويس بالطريقه دي كده.
نحط له كمان شوية خل تفاح، حاجة بسيطة كده، حط شوية صغيرين بس كده خل تفاح، خل كويس جدا يا جماعة يعني خدوا بالكم. تمام بالشكل ده كده، كده المكون بتاعي جاهز معايا زي ما انتم شايفين. طيب هنعمل ايه دلوقتي بعد ما خلصناه؟ هنعمل ايه؟ هنغسل البشرة او المكان اللي احنا هندمبه بمية دافية. ليه؟ علشان افتح المسام بتاعته. هنجيب شوية مية دافيين، طبعا لو انت عندك فوطة ولا حاجة بتمسك الفوطة وبتمسحي، بتبلها مية دافية وبتمسحي المكان او المنطقة اللي انت هتديه، سواء في البطن او الفخدين او الدراعين او اي اماكن فيها ترهلات انت عايزة تنزلي الدهون منها. وانا قلت لكم الاثنين دول احسن مكونين في حرق الدهون. تمام، ده يا جماعه يعني حاجه كده زي كريم موضوعي. فاحنا ان شاء الله بعد ما غسلنا ونضفنا خالص بالميه الدافيه هنعمل ايه؟ هبدا ان انا اخد المكون بتاعي دهوت بالشكل ده كده اهو، وهبدا ان انا احطها على البشره بتاعتي او المكان اللي انا هدهن فيه بالشكل ده كده اهو، بحركة دائرية كده هوت، واحاول ان انا ادلكها كويس جدا. كل ما هتدلكيها كل ما هتحس ان هي تعمل مفعول معاك، هتحس ان فعلا ان هي بدأت ايداكي تحس ان هي ايه، بدأت تسخن كده معاكي او تطلع حرارة. ليه؟ لان الزنجبيل ده يعتبر كده او القرفة بيحرقهم الدهون اللي في الجسم بالشكل ده كده. بعد كده معايا لفة الاسترتش زي ما انتم شايفين كده، وبقطع منها حتة على قد المكان اللي انا هلف فيه الاسترتش ده كده، لفتها بالاسترتش زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده كده، وبعمل عليها جامد. اهم حاجة بتكون جامدة كده علشان احس ان هي فعلا تجيب نتيجة معايا. بقت بالشكل ده كده. طيب احنا هنسيبها قد ايه؟ هنسيبها حوالي ساعتين اتنين، وبعد كده هنغسل. هنغسلها بمية باردة طبعا من الحنفية، مش مية باردة من التلاجة ولا حاجة، لا مية باردة من الحنفية، مية عادية خالص، وبعد كده هنمسحها. هتبص تلاقي لو انت عملت المكون دوت مره واثنين وثلاثه في الاسبوع ان شاء الله مع المداومه باستمرار، هتحس ان فعلا الدهون بدات تنزل من مناطق البطن او الكرش او اي منطقه انت عايزه تدهنيها. طيب خلاف كده وكده كمان ان هو بينزل الحاجات دي كلها، على فكره يا جماعه المكون اللي احنا عملناه دوت كمان بيفتح المكان اللي انت بتدهنيه. ازاي؟ لو انت عندك ترهلات او عندك خطوط او عندك كلف او اي حاجه في المنطقه اللي انت بتدهنيها، ده بتشيل كل الكلام ده. تمام، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده.